Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ahil Habib, ihfaz ma'i hâzal hadith. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne raculen kâle linnabiyyi sallallahu aleyhi ve selleme avsini. Kâl, la tağzaba. Feraddede miraren, kâl, la tağzabu. El hadith revahu al-Bukhari. Uyid. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب الحديث رواه البخاري أخي الحبيب ما يستفاد من هذا الحديث أولا قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه التي خص بها صلى الله عليه وسلم ثانيا الوصية بعدم الغضب مع الترديد فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير ثالثا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعدم الغضب لعل هذا الرجل كانت سجيته الغضب قال العيني لعل الرجل كان غضوبا فوصاه بتركه رابعا قال الخطابي معنى لا تغضب لا تتعرض لأسباب الغضب والأمور التي تجلب الغضب أو لا تفعل ما يأمرك به الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال إذن أخي الحبيب لا تغضب وتذكر ما عند الله في جنانه مما ادخر لك هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم